بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في ذكر المفارقة بين أهل الصراط المستقيم وأصحاب الجحيم، قال: وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو تركوا كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والأعاجم وأهل الجاهلية من العرب، أهل الجاهلية من العرب وغيرهم. ومن جاهلية العرب ما أحدثوه في العبادات التي أصلها مشروع، مثل الحج، فإن الإحرام بالحج أو العمرة ركن من أركانهما، مشروع وهو ركن من أركان الحج والعمرة. والإحرام كما هو معلوم هو نية الدخول في النسك، ثم يحرم عليه أشياء يتجنبها إلى أن يحل من إحرامه، مثل لبس المخيط، تغطية الرأس، والتطيب، وغير ذلك من محظورات الإحرام المعروفة. إلا أن المشركين زادوا فوضعوا محظورا زائدا في الإحرام، وهو عدم الاستظلال بشيء، وأنهم يخرجون ويضحون للشمس ولا يدخلون تحت سقف ولا يدخلون من باب، بزعمهم من أجل أن يخرجوا للشمس. وهذا محظور زادوه من عند أنفسهم. وفي هذا فسر قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فسر بأن معنى الآية الرد على أهل الجاهلية في أنهم إذا أحرموا لا يدخلون مع الأبواب إلى البيوت، وإنما يتسورون من الجدران من ظهور البيوت، ويعتبرون هذا من البر والطاعة. فالله نفى ذلك وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبهذا أخذ بعض أهل البدع، فلا يزال هذا موجودا في بعض أهل البدع، حينما يحرمون فإنهم لا يدخلون تحت سقف السيارات إذا كانوا في الطريق، بل يكشفونها، يكشفون السيارات ويزيلون أغطيتها وسقفها من أجل أن يتبينوا للشمس كما يقولون، أو لا يكون فوق رؤوسهم شيء.
فهذا تشبه بأهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف ذلك، فضربت له قبة بنمرة وهو محرم، دخل فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من دخول البيت وهو محرم، وكان أيضا يظلل عليه بالثوب وهو يرمي الجمرة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فخالف بذلك هدي المشركين. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يخالفوا هدي أهل الجاهلية، وأن يتركوا هذا المظهر المبتدع في العبادة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. نعم، أهل الجاهلية كانوا يطوفون يسعون بين الصفا والمروة، لكن كان عليهما صنمان إساف ونائلة، فكانوا يعظمون هذين الصنمين ويسعون بين الصفا والمروة. والسعي أصله مشروع، وهو والصفا والمروة من شعائر الله، ولكن كانوا ينوون بذلك مع نية السعي والتعبد بالسعي، ينوون مع ذلك تعظيم هذين الصنمين. فلما جاء الإسلام كره بعض المسلمين السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان عليهما صنمان تعظمهما الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا مشروع، وهو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام السعي بين الصفا والمروة، ولا يضرهما أنه عرض لهما وضع هذين الصنمين ثم أزيل والحمد لله، فبقي مشعرين نقيين ممن شعائر الله عز وجل، فالمحذور زال وبقي المشروع والحمد لله. ولهذا قال: فلا جناح، يعني لا حرج عليه، كما يتحرج بعض المسلمين من ذلك. نعم. قال: وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. هذه من كلام عمر رضي الله عنه، تعتبر قاعدة عامة، أن كل ما كان من زي المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بهم، فإن على المسلمين أن يجتنبوه لئلا يتشبهوا بهم إذا فعلوا مثل زيهم، يعني هذا من التشبه بهم. وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه وضع لأهل الذمة زيا خاصا يميزهم عن المسلمين. نعم. قال: وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه من أوله أنه قال اتزروا، أنه قال اتزروا، يعني البسوا الإزار والرداء، لأن هذا من زي المسلمين. اتزروا وارتدوا، نعم، يعني البسوا الإزار والرداء. وانتعلوا، وهو ما يسمى بالحلة، فالحلة تتكون من إزار
ورداء، وكان هذا مما يلبسه المسلمون ولبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام وغيره، فهو من زي المسلمين، ولا نلبس مثل ملابس الكفار. نعم. وانتعلوا والبسوا الخفاف. وانتعلوا هذا أمر إرشاد في أنه ينبغي للمسلم أن يلبس النعال ولا يحفى ويظن أن هذا من العبادة فيكلف نفسه أو يصاب في رجله، فالانتعال فيه وقاية من اتخاذ الوقاية من أضرار الأرض والحشرات. وإن كان يستحب أن الإنسان يحفى أحيانا، يعني لا ينتعل دائما، وإنما يحفى أحيانا إذا لم يكن هناك ضرر في مشيه حافيا، فإن مشيه حافيا إذا لم يكن فيه ضرر فيه فائدة للصحة، فيه فائدة للصحة وفيه قوة للجسم وخشونة وعدم التنعم. نعم. والبسوا الخفاف والسراويلات. والبسوا الخفاف يعني ما، والخف هو ما يلبس على الرجل ويسترها من الكعبين فأسفل، ويكون من الجلد في الأصل، يكون من الجلد وقد يكون من غيره، فالخف ما يستر جميع الرجل خلاف النعل فإنه لا يستر الرجل وإنما يقيها. نعم. فإنما يقيها من الأسفل ويكون له سيور تثبته من الأعلى. نعم. والسراويلات. السراويلات مفرد هو السروال، يسمونها الناس سروال، وهو في اللغة سراويل أو سراويلات، فلبس السراويل أو السراويلات أحسن من تركه لأنه يستر العورة. نعم. وفيه احتياط لستر العورة. نعم. وألقوا الركب. نعم. وانزوا نزوا، يعني أن الإنسان لا يمشي مشية متميعة ولا يجلس جلسة متميعة، وإنما يستعمل القوة في جلوسه وفي مشيه. نعم. وعليكم بالمعدية، يعني اقتدوا بمعد بن عدنان الذي هو جد العرب العاربة، اقتدوا به، يعني اقتدوا بأصل العرب ولا تقتدوا بأمور العجم، لأن العرب في الجملة أفضل من العجم. نعم. وارموا الأغراض. ارموا الأغراض هذا تعلم الرمي، وهذا مستحب، تعلم الرمي وتعلم السباحة، تعلم ركوب الخيل والفروسية، هذا من الرياضة المطلوبة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. نعم. فتعلم الرماية مستحب لأنه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. وذروا التنعم وزي العجم. ذروا التنعم هذه كلمة عامة، إن الإنسان لا يكون متنعما دائما بحيث يرق جسمه تضعف قواه ويصاب بالأمراض بسبب الرفاهية، فإن الرفاهية مرض. بل الإنسان لا يتعب نفسه ويحرمها من المستلذات مطلقا، ولا يعطيها ما تشتهي ومن الراحة والملذات مطلقا، وإنما يتوسط فيجمع بين هذا وهذا. نعم. وإياكم والحرير. هذا تحذير من الحرير، وقد سبق أنه حرام على الرجال من هذه الأمة. نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. نعم. فلبس الحرير الخالص أو الممزوج بغيره إذا كان الظهور للحرير حرام على الرجال، إلا في الأحوال المستثنات كما سبق، يعني يلبسه لشدة الحكة والحساسية، أو أن يلبسه
أن يلبسه في حالة القتال مع الكفار إظهارا للقوة، أو يلبس منه ما كان قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع طراز على الثوب وعلى الفرء على الفراء، فهذا مرخص فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أحمد حدثنا موسى حدثنا، وقال أحمد حدثنا حسن ابن موسى حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. نعم، هذا بمعنى الحديث السابق، وكتب به عمر رضي الله عنه إلى واليه في المشرق ينهاهم عن التنعم وعن زي الأعاجم وعن لبس لبوس الحرير. نعم، وعن لبوس الحرير إلا كما سبق، إلا ما استثناه الرسول من الطراز في الثوب أو في الكم أو في الجيب أو على الفراء أو على البشوت، فإنه مباح إذا كان بقدر أصبعين وببعض الروايات ثلاث أصابع أو أربع أصابع بهذا القدر. نعم. وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب. نعم. فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، قال وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. نعم، لا شك أن التعرب والمشي على ما كان عليه العرب من أصلهم أنه أفضل مما كان عليه العجم، لأن التشبه بالعجم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن إذا كانوا غير مسلمين. نعم. أما المسلمون فكلهم سواء، العجم وغيرهم، لكن العجم غير المسلمين، والعربية في الجملة أفضل من العجمية، والعرب جنس العرب أفضل من جنس العجم. نعم. قال وروى الإمام أحمد في المسند حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي، فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك، فقال عمر ضاهيت اليهودية لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. نعم، لما فتح المسلمون بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه اشترط النصارى من هم في بيت المقدس أو في القدس أن يحضر عمر ليستلمه منهم، فذهب عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام لأجل أن يستلم بيت المقدس من النصارى، ثم استلمه منهم رضي الله عنه، صار في حوزة المسلمين، وهو من الأصل إنما يكون للمسلمين في كل زمان، المساجد للمسلمين، والله جل وعلا يقول وهم يصدون عن المسجد الحرام وما يعني المشركين وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ويقول جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمساجد والبقاع المقدسة
تكون للمسلمين في كل زمان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، هي للمسلمين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله جل وعلا أخذ بيت المقدس من النصارى الكفار ووضعوا في يد المسلمين لأنهم أهله، لأنهم أهله. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فهي ليست لهم، وإنما هي للمسلمين، ولا الولاية على المساجد وعلى المقدسات الإلهية إنما تكون للمسلمين في كل زمان. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليهم في عهد عمر رضي الله عنه. الشاهد أنه أراد أن يصلي رضي الله عنه في بيت المقدس، فشاور كعب الأحبار وكان من علماء اليهود، فأشار عليه أن يصلي خلف الصخرة لتكون القدس كلها بين يديه يعني أمامه. فعمر تنبه لذلك وقال: ضاهيت اليهودية، أو ضاهيت اليهودية يعني شابهت اليهودية، لأن كعب الأحبار رحمه الله كان يهوديا من أحبار اليهود، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم. فعمر امتنع من ذلك ومن قبول هذه المشورة لئلا يتشبه باليهود، لأنهم يستقبلون الصخرة، وهذه الأمة شرع الله لها أن تستقبل الكعبة ولا تستقبل الصخرة. ولهذا عدل عمر رضي الله عنه عن الصلاة إلى الصخرة وإن كانت بينه وبين الكعبة لئلا يتشبه باليهود. فهذا دليل على عدم التشبه باليهود، وأن الإنسان يكون فطنا وحذرا من هذه الأمور. ثم إنه استقبل الكعبة وصلى، وجعل الصخرة خلف ظهره رضي الله عنه، وهذا موضع المسجد الآن، هو الذي صلى فيه عمر رضي الله عنه، هو موضع بيت المقدس الآن، والصخرة خلفه. نعم. قال: ثم جاء فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. نعم، كان بيت المقدس مملوءا بالأوساخ والأوحال، لأنه كان في قبضة الكفار، وكانوا يهينون المسجد، فعمر رضي الله عنه نظفه من هذه القاذورات ومن هذه، وباشر ذلك وكنس في ردائه رضي الله عنه، باشر الناس ذلك ونظف المسجد من هذه القاذورات. نعم. قال رحمه الله: قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء، قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، وذكر الحديث. نعم، حديث الإسراء والمعراج كثيرة، وأغلبها في الصحيحين أو في أحدهما. والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فمذكور في سورة النجم،
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج فوق السماوات عند سدرة المنتهى، هذا هو المعراج وهو الصعود. وفي نقله صلى الله عليه وسلم من مكة المشرفة إلى القدس، وسيلة النقل هي البراق، وهو دابة ليست من جنس دوابنا، وإنما هو دابة سريعة العدو تضع حافرها عند منتهى بصرها أو عند منتهى طرفها. ركب صلى الله عليه وسلم البراق وسارت به حتى وصل إلى بيت المقدس، وربط هذه الدابة في المكان الذي كانت تربط فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن سنة الأنبياء واحدة. ثم دخل وصلى في بيت المقدس، صلى هذا قبل المعراج، قبل العروج، صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل وصلى أيضا بالأنبياء، جمعهم الله له وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جحد الإسراء أو المعراج أو أنكر ذلك فإنه كافر، فإنه كافر بالله عز وجل، لأنه منكر لما في كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه المسلمون. وقد أسري به يقظة لا مناما، وأسري بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام، لم يكن الإسراء بالروح دون الجسم، ولم يكن مناما يعني حلما، وإنما كان يقظة. نعم، وهذا من آيات الله ومعجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر هذا من باب الاستفاضة في هذه المسألة، لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أبى أن يتشبه باليهود في قبلتهم، ذكر إثبات هذه القصة ما مما يدل عليها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.